حماية البيانات الشخصية على الإنترنت. حماية البيانات الشخصية على الإنترنت تتم من خلال إجراء بعض التغييرات البسيطة على أجهزتك وحساباتك. يمكنك الحفاظ على أمان بياناتك ضد محاولات الأطراف الخارجية غير المرغوب فيها للوصول إلى بياناتك، بالإضافة إلى حماية خصوصيتك من الأشخاص الذين لا توافق على مشاركة معلوماتك معهم. يعرف معظم محترفو تكنولوجيا المعلومات كيفية البقاء آمنين عبر الإنترنت، لكن معظم المستخدمين ليسوا خبراء. لمساعدتك على البقاء محميا، قمت بتجميع قائمة بالإجراءات التي يجب على الجميع التفكير فيها عند استخدام الانترنت. اولا، البيانات الشخصية. البيانات الشخصية هي اي معلومات تتعلق بفرد محدد يمكن التعرف عليه. يمكن الاستفادة من الاجزاء المختلفة من المعلومات التي يتم جمعها معا في تحديد هوية شخص معين والى تكوين بيانات شخصية ايضا. ما هو الامن الرقمي؟ باختصار يعني الامان الرقمي حماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك والاجهزة المحمولة والاجهزة اللوحية واي اجهزة اخرى متصلة بالانترنت من المتطفلين، والتي يمكن ان تكون في شكل سنة وتصيد احتيالي وغير ذلك. كيف يمكن الوصول الى معلوماتك على الانترنت؟ يتم جمع بيانات الاشخاص على الانترنت عند القيام بالتالي: عند انشاء الحسابات عبر الانترنت، عند اجراء عمليات الشراء عبر الانترنت، تسجيل بياناتك في مسابقة او استطلاعات الرأي، تحميل البرامج من الانترنت اثناء تصفح الويب، استخدام التطبيقات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك او جهازك المحمول الهاتف الذكي، ونشر الصور او الحالة الخاصة بك على وسائل الانفصال الاجتماعي. حماية البيانات الشخصية على الانترنت. فيما يلي قائمة بأفضل 10 نصائح لبعض الخطوات التي يجب اتباعها لحماية بياناتك الشخصية وحساباتك على الانترنت. 1. لا تتهاون. عليك أن تدرك أنك هدفا جذاب للمهاجمين، ويمكن أن يحدث ذلك لأي شخص في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي جهاز. لا تقل أبدا لن يحدث هذا لي. 2. تدرب على إدارة كلمات المرور بشكل جيد. استخدم مزيجا قويا من الأحرف، ولا تستخدم نفس كلمة المرور لمواقع متعددة، ولا تشارك كلمة مرورك مع الآخرين، ولا تدونها إذا كنت تواجه مشكلة في تذكر كلمات المرور الخاصة بك. ففكر في استخدام مكان آمن لكلمة المرور، ثم عليك فقط أن تتذكر كلمة مرور واحدة قوية جدا. 3. لا تترك أجهزتك دون رقابة. إذا كنت بحاجة إلى ترك جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو هاتفك الذكي أو الجهاز اللوحي لأي فترة زمنية مهما كانت قصيرة، فاقفل الشاشة حتى لا يتمكن أي شخص من استخدامها أثناء غيابك. إذا احتفظت بمعلومات حساسة على محرك أقراص محمول أو محرك أقراص ثابت خارجي أو فلاشة، فتأكد من قفلها أيضا. 4. كن حذرا دائما عند النقر فوق المرفقات أو الروابط في البريد الإلكتروني. إذا كانت رسالة بريد إلكتروني غير متوقعة أو مشبوهة لأي سبب من الأسباب، فلا تفتحها حتى لو بدأ الأمر وكأنها من جهة موثوقة. تحقق مرة أخرى من عنوان اليورال لموقع الويب لمعرفة ما إذا كان آمنا. غالبا ما يستفيد المهاجمين من الأخطاء الإملائية لتوجيهك إلى موقع ضار. 5. التصفح الحساس مثل الخدمات المصرفية أو التسوق يجب أن يتم فقط على جهاز خاص بك على شبكة تثق فيها، سواء كنت تستخدم هاتف صديق أو جهاز كمبيوتر عام أو شبكة واي فاي مجانية في أحد المقاهي، فقد يتم نسخ بياناتك وسرقتها. 6. النسخ الاحتياطي. قم بعمل نسخ احتياطي لبياناتك بانتظام. تأكد من تشغيل برنامج مكافحة الفيروسات وتحديثه دائما. 7. كن على حذر بما تقوم بتوصيله بجهاز الكمبيوتر الخاص بك أو هاتفك المحمول. يمكن أن تنتشر البرامج الضارة من خلال محركات الأقراص المحمولة المصابة ومحركات الأقراص الصلبة الخارجية مثل فلاش اليو اس بي وحتى الهواتف الذكية. أحيانا قد ترغب في مساعدة شخص ما للعثور على العنصر المفقود داخل جهاز الفلاشة على سبيل المثال، ولكن ينتهي بك الأمر في الفخ. 8. راقب ما تشاركه على شبكات الانفصال الاجتماعي. يمكن للمجرمين العثور عليك والوصول بسهولة إلى كمية هائلة من المعلومات مثل ذهابك إلى المدرسة ومكان عملك وحتى أثناء إجازتك، والتي يمكن أن تساعدهم في الوصول إلى بيانات أكثر قيمة. 9. كن حذرا من الهندسة الاجتماعية سوشيال انجينير، حيث يحاول شخص ما الحصول على معلومات منك من خلال التلاعب. إذا اتصل بك شخص ما أو أرسل إليك بريد إلكترونيا يطلب منك معلومات حساسة مثل معلومات تسجيل الدخول أو كلمة المرور، فقم بالرفض حتى تتأكد من الجهة الرسمية. يمكنك دائما الاتصال بالشركة مباشرة للتحقق قبل إعطاء أي معلومات. 10. تأكد من مراقبة حساباتك بحثا عن أي نشاط مشبوه. إذا رأيت شيئا غير مألوف، قد يكون علامة على تعرضك للاختراق. لا تخف من التحدث وإخبار فريق تكنولوجيا المعلومات أو أي شخص متخصص إذا لاحظت أي شيء غير عادي. تذكر أنك ضحية الهجوم ولست في ورطة. خاتمة: دائما ما تكون الحلقة الأضعف في أي نظام أمان هي نفسها.
الأشخاص الأشخاص الأشخاص. بغض النظر عن مدى شمولية أدوات الأمان أو فعاليتها أو تكلفتها، يمكن أن تنهار جميعا إذا ارتكب المستخدم خطأ واحدا بسيطا. في كل مرة يقرر شخص ما النقر فوق رابط غير مألوف أو فتح مرفق بريد إلكتروني مشبوه، فقد تواجه تسريبا للبيانات أو تعطيلا كبيرا لحساباتك. قم بمشاركة هذه النصائح مع أصدقائك وساعدهم على حماية بياناتهم الشخصية على الإنترنت، لأن الأمن السبراني هو مسؤولية الجميع ويبدأ تحقيقه من الأفراد وصولا إلى الحكومات والدول. ختاما ونهاية، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.